معلقتين زيت كده، مش هنكتر قوي في الزيت لان احنا لسه هنحط حتة سمنة كمان، وننزل بالبصل كده كده ايه تشويحة، ورش عليه ملح وفلفل نساعد البصل ان هو يدبل معانا اوام كده، واصلا ريحة الفلفل الاسود وهو بيتحرمش كده مع البصل ريحة تجوع. معانا اللحمة المفرومة نحطها، انا هنزل بالكمية دي كده بس كفاية، علشان تتعصج وتستوي وتبقى تمام. هنحط لها رشة جوزة الطيب كده، هو بقى الطعم كله هيبقى في شوية اللحمة المفرومة اللي احنا ايه حطناهم وبس كده. احط بقى الثوم، فصين كده ولا حاجة من الثوم، عايزة كده اجيب طبق جنبي وليكن هذا الطبق، اول ما اللحمه كده ايه خلاص تستوي وتتعصج زي ما انتم شايفين مع سن الثوم وبصل وملح وفلفل ورشه جوز الطيب، احطها كده بس في طبق. ليه بقى؟ علشان عايزه اعمل ايه في نفس الطاسه دي، هنحط حته سمنه وهنزل بالباميه. عايزه اشوح الباميه لوحدها ليه؟ لان دي باميه مجمده، الباميه المجمده بتبقى ايه شاربه شويه ميه كده، فانا عايزاها تتشوح وايه ويتبخر الميه اللي فيها، فاهمين قصدي؟ دي بيخلي طعم الباميه احلى بكتير غير لما تبقى كده ايه ما خدتش التشويحه دي. وشوحتها في حته سمنه صغيره تطلع بس كده ايه الميه اللي فيها، هتبقى احلى بكتير. لو طبعا هنستخدم باميه فريش مش هنحتاج نعمل الحركه دي، هنحط الباميه على طول على اللحمه، لكن بما انها مجمده فالحركه دي افضل كده. نحط برضو ايه حته ثوم كده تتشوح مع الباميه وحته السمنه، بس كده اول ما الباميه تخرج الميه منها ونبتدي نشم ريحه سنه الثوم اللي احنا حطيناها دي، هنقوم راجعين تاني بالايه باللحمه اهو. نقلب الكلام الحلو ده مع بعضه رشه ملح وفلفل، ملح وفلفل واخر حاجه الطماطم اللي مضروبه في الخلاط وعليها معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، وزي ما اتفقنا صلصه الطماطم هتخلي الطماطم المضروبه في الخلاط معانا القوام بتاعها مش خفيف قوي، لا هيتقل سنه ولونه هيغمق سنه، وده الاحلى بس كده. لو انت بقى جايبه طماطم حلوه قوي وضربها وعامله لك القوام واللون الحلو، ما يبقى مش محتاجين نحط معجون صلصه طماطم، خلاص ما نحطش بس كده. هو ده بس كده الحوار اللذيذ. ونجيب طاجن بقى، استنى طاجن اهو، ناخد الكلام الحلو ده على الطاجن على طول، بسم الله بس كده. عايزه تزودي شويه ميه
عشان تعملي صوص شويه كمان يعني خفيف عن كده. ماشي، مش عايزه يبقى مفيش مشكله بالوضع اللذيذ الحلو ده. فرن سخن في الرف اللي في النص على درجه حراره 180 تقريبا 10 دقايق، ونفتح عليها الشوايه بس. وكلي بقى احلى طاجن باميه، ولا في اي افتكاسات بالعيش بقى، رغيف طازه كده سلام، او شويه رز بشعريه، او رز بالخضار زي ما هنعمل حالا دلوقتي بعد الفاصل ان شاء الله. هنعمل شويه رز بسمتي بالبسله والجزر، خطير. استاذ داغر جاب لكم طاجن الباميه، عايز رشه بقدونس، رشه خفيفه قوي. الله يا جماعه البقدونس ده هيدي لون ويشقلب الطاجن كده وقت التقديم بس. واحنا حاطين شريحه ليمون كده برضو ظريفه قوي بشكلها حلو، وطبعا الليمون طعمه حلو جدا في الباميه. وبس هندخل ده الفرن ونرجع بعد الفاصل نعمل رز بسمتي بالبسله والجزر. خليكم معانا.